عندي حاجة هنا، كوب كامل طبعا ما فيه إلا أربعة جرام سكر. يقول واحد كيف طيب كثير شوية، التمرة الواحدة فيها 60 جرام سكر، هذا بس أربعة، هو كوب تشوف كبره. طبعا غني هذا الشيء بفيتامين A اللي هو ألف A، وفيتامين C وفيتامين E. فيتامين A يسمى فيتامين الجمال، له دور في شكل الجلد وتكوين الجلد، وأيضا مهم لصحة القلب وصحة، وأيضا مهم للنظر ويقي بإذن الله من العمل الليلي والأخير. فيتامين E اللي مهم كنت قلنا لكم هو الهرمون، عفوا الفيتامين الجنسي، مهم لعملية الجنسية، وأيضا مهم أيضا لصحة الجلد وأمور كذا والمناعة أيضا. فيتامين إيش قلنا؟ A C E. سي ما يحتاج تعرفون المناعة واللي تكون الجلد يشتغل مع الكولاجين، لاحظوا أنها كلها لها أهمية في الجلد تقريبا، هذه A C و E وغيرها. مو بس كذا، هذا الشيء أيضا يا إخواني غني بالبوتاسيوم. يعني إيش بالبوتاسيوم؟ نتذكر بوتاسيوم يعني دائما يخلي ضغطي منخفض، ما يخلي الضغط يرتفع، وأيضا ما يخليني أضمأ. طيب وهذا الشيء يا إخواني أيضا تخيلوا أن وجدنا لها بحث أنه من عام 1929 قاعدين يستخدمونه عشان يسوون لقاح ضد الزهايمر، ويحمل هذا اللقاح، طبعا يؤكل اللقاح، ويحمل هذا اللقاح في هذا الشيء. طبعا هذا الشيء هو الطماطم طبعا، سواء الطماطم الكرزية هذا أو الطماطم العادي، أخو ولد عمه يعني. أوكي هذا الكوب كله تخيلوا، طبعا إذا أكلت منه شوي ما في إلا 4 جرام سكر. تخيل، ممكن واحد يقول لي هذا غالي، أوكي لا تأخذ هذا، روح خذ الكيلو بمدري والله كم الطماطم على كل يوم السعر. لكن على كل حال ما هو بغالي الحمد لله، وصحتنا أصلا أغلى. صلى الله وفقنا وياكم.